عدنا لحضراتكم مرة أخرى بعد ما استمعنا إلى آراء بعض المواطنين في الشارع حول الشفاعة، مفهوم الشفاعة في أذهانهم. الآن نتحول مرة أخرى إلى فضيلة الإمام، والسؤال الآن: متى ستكون هذه الشفاعة؟ علمنا منه في الحلقات الماضية أن هناك مراحل، هناك أشياء سنمر بها في يوم الحساب حتى نصل إلى الميزان، وسنلقى الصحف أو الكتاب الذي سيجمع هذه الصحائف من الأعمال، ما لها ما لنا وما علينا، سنلقاها إن شاء الله باليمين، ولكن سيلقاها من سيلقاها بالشمال. ولكن فضلت الإمام الآن، متى ستكون هذه الشفاعة؟ متى سيتوسل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى بأن يغفر لأمته؟ عندنا شفاعات متعددة وليست شفاعة واحدة، حتى لا. عدها بعض الناس، بعض العلماء، وتتبعوها 10 شفاعات.